أخبار اليوم. تحب تقول النهاردة بالمناسبة الحلوة دي؟ أحب أقول لكل الناس رمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين، ويعني إن شاء الله صوتي يعجبه. طيب بتقضي رمضان إزاي بقى؟ بتعمل إيه في رمضان طول اليوم؟ يعني بتفرج على مسلسلات وبتسحر وكده. مين أكتر مسلسل بتحب تتفرج عليه في رمضان؟ الأسطورة. بتحب محمد رمضان؟ طيب لو عايزين نسمع منك حاجة النهاردة حلوة كده تسمعها لنا تقول إيه؟ ما بلاش اللوم ده معانا، راحت التعباوي ويانا، ولا احنا عشان مش قدك تشتري وبيع في اوانا. ما بلاش اللوم ده معانا معانا معانا، بلاش ده معانا هتلوي اللي ويانا. ما بلاش حركاتك دي، امبارح كنت معانا سكر في حلاوة حنية، هتلوي اللي ويانا ويانا. ما بلاش حركاتك دي، امبارح كنت معانا سكر في حلاوة حنية، حصل ايه مننا فينا توعدنا ولا بجينا، حصل ايه مننا فينا توعدنا ولا بجينا، وتعدي ولا بتسأل بكرة اللطف يعطينا، وتعدي ولا بتسأل بكرة الله عطاك يعطينا، ولا احنا عشان مش قدك تشتري وتبيع في اوانا. ما بلاش اللون ده معانا معانا معانا، بلاش ده معانا. نفسك تمثل؟ لا احب امثل. نفسك تمثل مع مين؟ ايه هتغني لي بقى حاجه تاني غير حاجه شعبي؟ تغني ايه؟ ممكن نقعد تفضلوا وتستريحوا ونشوف الفقره دي. ممكن وديع الصوفي. الفقره المفاجاه ده عندنا حسين السيد دار يا دار يا دار يا دار، قولي لي يا دار، دار يا دار يا دار يا دار، قولي لي يا دار، راحوا فين حبايب الدار، فين 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 فين، قولي يا دار. صور معاك؟ اتفضل صورني معاك.